والله حالتهم استاذ ضعيفه بالنسبه للقضاء بحالات يا ضعيفه كلش. يعني تصور هسه كيلو لحم ب 15000 فقير ما يقدر يشتري، كيلو بوتيتا ب 1000 دينار، اكو اسعار كيلو تمن ب 2000، بطل الزيت ب 3000 دينار، الفقير ما يقدر ياخذه ما يقدر يشتري. يعني اللي عنده راتب ومتمكن يقدر يسوق، بس الحالات الحالته رديئه يعني فقيره ما يقدر ما يقدر. عندنا احنا نايب القضاء البطاله يعني نقول 90%، ماكو عمل، ماكو استثمار بهذا القضاء. هذا قضاء كعراق مصغر يعني بأكراد وعرب بأشكال الطوائف، بس إمكانيتهم ضعيفة كلش. بالنسبة لحالته الضعيفة ما يقدر، دخله محدود، يعني يعيش يوم بيومه. حالات أشوف يعني هواية، أنا بالنسبة لي هنا أشتغل يعني حالات يعني ولو حرام ما حد يحكي بها، نساعدهم إحنا نطيهم. نطيش قد ما يعني بينا قدر نطي، نسامح وياهم، نسهل وياهم، ننزلهم شوية من الأسعار، هذول دخلهم محدود. يعني الطبقة الكادحة الطبقة الفقيرة، احنا كادحين وتعبانين ونساعد الفقراء، ولو نتمكن احنا نساعدهم ونعطيهم رواتب. الحل انه نريد فرصة عمل استثمار، نريد مثل انعاش هذا القضاء، يعني مثل فرص عمل بي للشباب. الشباب عاطلين هسه، تدري انت يعني 90% عندنا هنا بطالة بالقضاء. نريد فرصة عمل، نريد استثمار، اذا انعاش القضاء. التعبات تليف رئوي عندي، كلى عندي حصوه بالكلى، او ما عندي اشتري دوايه غالي، اخذ منك من غيرك والله كل دين كل دين. وساني جاي من الطبيب هسه حاليا جاي من الشعبيه اللي هناك حتى يسوي لي تخو مسنون بلاش. قال لي على شهر الثاني ضمني على سنه. قلت له بابا انت مقبل، انا بعد شهر ما طول اموت، شهر الثاني على السنه الجديده. آلاف مؤلفة الصيدليات، يعني دواء 180، الدواء أي دواء تاخذه 11000، 10000، 11000، 10000، يعني ماكو 5000، ماكو، كله غالي. هذا ما عندي، بس أنا هاي الصيدلية هنا قبالك قبالك زينين وياك، كود المختار بالمنطور يعطوني بالدين ويساعدوني أكثر الأمرار زينين، بس الدواء غالي. ما عندي اي دعم، ماكو بالنسبه للوضع السياسي. من وراء الوضع التعبان الوضع السياسي السوق توقف عاما، وكنسبه اني صاحب بحيرات مال اسماك حاليا ما ربطنا، يعني المواطن ما يقدر يسحب، ما سحب عندنا ضعيف الاسماك خاصه، لان طن العلف 1.25 مليون، ونفس اللحظه اي دعم ماكو، وترجع الوضع الامني، وضع الاقتصاد، وضع البلد تعبان، يعني ما ضامنين البحيره من نربط، احنا ما ضامنين ضمان من وراء الوضع الامني. يعني عندنا مجازفه فنخاف من هذا الموضوع. يعني طن العلف 1.25 مليون، زين انت حل حاله ايرادك 150 300 مليون اذا 400 مليون دعم علف. انت بنفس اللحظه اذا ربطت دعم ماكو، والوضع الامني متشنج، فانت تصبح راح تخسر. هسه حاليا تجي على مطاعم، انا صاحب مطاعم نفس اللحظه، صاحب مطاعم توزيع مطاعم اسماك مقداديه، الحمل اجيب السمك 3 ايام ما اصرفه، لان العالم تخاف لا تقدر تصرف كيلو سمك ب 7000 دينار 8000 دينار من وراء طن العلف. العلف كان قبل العام كان ب 700 دينار 600 دينار، هسه 1.25 مليون، اذا كان السمك العام 3000 دينار اذا 4000 دينار، هسه اصبح الجمله ب 7000 دينار. المواطن ما يقدر ياكل، يعني الصرف عندنا بسيط، كلش بسيط كلش بسيط. لازم تدعم اي مشروع، لازم تدعم، بس اي دعم ماكو من الحكومه، دعم ماكو. نفس اللحظه احنا خايفين من حكومتنا، ما ضامنين احنا بانه باكر عقب باكر ولا بعد شهر ولا بعد شهرين احنا يصير عندنا سمك ونبيع سمك.
خايفين من الوضع الامني، ما نقدر نربط. يعني مشاريع ما بيها اي مصير، اما مستقبل حاليا ما بيه من الوضع الامني، الوضع السياسي، وضع البلد تعبان، فاحنا متوقفين من هذه الامور، خايفين منها، حيل خايفين منها. اول شيء يعني احنا نقدم فوستنا يعني ونجي نشتكي يم هاي القناة المفضلة بأن لا عندنا رواتب ولا عندنا رعاية وشغل ماكو، كل ناحية يعني ناحية وديالة والأقضية كلها ما بيها شغل. ها ثاني شيء احنا ندور على شغل يخلوا يطلعونا رواتب، خلوا يشغلونا في الشغل زين، نريدنا شغلة عاملة نوكل جهاننا زين، ماكو يعني احنا يعني شو نسوي إذا ماكو؟ وين نروح؟ خدمات ماكو، كهرباء مي كهرباء ماكو. يعني اول قبل اربع ايام خمس ايام ابو المي جانا قال ما افتح كل مي عاط المولد، زين اجمعونا، زين وين الدوله العاد؟ وين يعني وين الحكومه؟ غير هي سافرين يعني تحط لنا مولد، تحط لنا مثلا كهرباء، خلينا نسوي شيء، يعني احنا منين نجيب المواطن؟ منين نجيب؟ راتب رعايه؟ راتب رعايه ما عندي، زين والله العظيم عماله ويوم اكو يوم ماكو، زين وعندنا جهال كلها تريد هاي، راح تبدي المدارس ويبدي الشتاء، نفط ماكو. زين يعني هسه انا مبرده وحده عندي بالبيت، اذا انقطع الوطني ها انقطع الوطني ما تشتغل على المولد، ما تشتغل المولد، لان انا ساعه بامبير شو اشتغل هاي المبرده؟ ما تشتغل الامبير هنا، احنا يحسبون لنا على الساعه، ماكو امبير على الساعه، مو يعني كل ديال على الساعات، مو بس الرجال الاولى، كل ديال على الساعات. وجزيل الشكر. والله احنا اول شيء نقول الحمد لله شكرا لكل حال. حركه السوق تعتمد على الراتب بس، اول خمس ايام نزل راتب صار شغل اول اسبوع، من انتهى بعد السوق تقريبا توقف. زين اكثر شيء اعتماد الجو على الرواتب، نايشه ما نايشه شعبيه يقف نايه السوق. تقاعد رعايه راتب شرطه حشي شوي يسوي حركه من السوق فهنا بعد يخلص. والله اقول لك وضع الشباب هسه بالنسبه للوقت الحالي، ده يخلص دراسه يكمل يريد شغل ماكو، وظيفه ماكو وظيفه، يجوني اربع خمس يعني جماعه يجون يشتغلون. انا عندي مطعم اقول له والله ما اقدر، انا عندي ابن اخويا ابن اختي هذول خلصوا دراسه اشغلهم يمي، اثنين ثلاثه غير اكو اكثر بالمطعم يشتغلون، الباقين كل واحد يشتغل مثل ما يقول يجول يابا عندك شغل؟ اقول له ما عندي، لان انا عندي ابن اخويا ابن اختي اللي يشتغل يمي. فهواي يجون اربع خمسه يوميه بالمطعم عندك شغل، حتى يقول لك اشتغل لك ب 5000 دينار، ب 5000 دينار بس مجرد حتى اشتغل. زين اقول له مو شغله 5000، انا ما عندي شغل، انا ما عندي انا اصلا عندي فايض نوبات، انا عندي جماعه مثلا عندي ابن اخويا الاخ اقعده من الشغل، لا انا عندي فايض، عرفت شلون؟ يجون مجادي يمكن تقريبا اربعه خمسه يوميه، يريد الربع ويز 500 ما يريد عظمه شويه، نسوان نجل يريد العظمه ما عندهم ما عندهم، والله يقول عندي مريض. هذا يعني هوايه هوايه مثل ما يقول من محافظتنا، يقول من قضائنا، مو يقول غربه، هاي الغربة ذن النسوان الغربة لا حرج، ما نعرف شنو من ذن يجون، بس يعني نعرف عوائل فقيرة هواية هنا بالمقدادية حيل من الغلة. يعني هسه بالنسبة لك اللحم كيلو ب 12 بعظمه و 14 بالشرح، من يجيب هذا الفقير؟ رحمة على والديك، من يجيب؟ هواية شغل طاقات شبابية، هواية اكو خريجين قاعدين بالبيت لا شغل لا عمل. زين شيء اكيد هذا اول شيء راح يزيد حركة الشغل، حركة السوق شاي الشباب القاعدة بالبيت هم يطلع تستفاد. إذا الشغل ماكو شاب شو يسوي؟ والله شو يسوي؟ لازم يحاول، هم يظل نايم بالبيت. زين؟ وين ينحل؟ لازم يعني يحاول شوي شوي، هم يظل نايم بالبيت. وإذا اعتمد على الدولة والتعيينات شي واقف هاي، لازم شوي يحاول واحد. أي هذا واقع حال كل الشباب. زين؟ هو إذا ما عنده شغل شلون يتزوج؟ شلون يزوج؟ رحمة على والديك، يعني إذا ما عنده نقول 500,000 بجيبه، هو هسه كلفة الزواج 20 مليون وفوق. ما يقدر لا يقدر يتزوج، لا يقدر يكون عائلة، لا يقدر مثل ما يقول يعين عائلته يريد هسه عمي، يعين أمه وأبوه، مو ما يريد يتزوج، ما يقدر. رحمة على والديك، أنت من تحشي له على وضع العام، تحشي له على البقاقير، يقول لك والله مثل ما يقول هذا شغلنا يا دوب نقدر مثل ما يقول نعيش نفسنا. المعامل وين؟ المصانع وين؟ اللي فتحوها معامل موجوده، معامل الطماطه والمصانع والمعامل معامل البان اللي فتحوها، خلي الشباب تشتغل. بس اقول لك هي هذا الجد ايش قد يخفف من العمل. فعندنا هسه يعني مثل ما يقول شلون اقول لك يعني الشباب قاعدين هوايه لان ما عندها شغل.
يشتغل بقال، اشتغل بقال وقايل هو صارو يعني هذا ينجح وهذا يفشل، مو كل بقال يقدر يشتغل بمكانه، ولا مثل ما يقول هو لو عنده حرفه هم يخالف. يعني ابو مثلا ابو هذا بحداد، ابو حداد يروح يشتغل يمه، هذا عنده مطعم يروح يشتغل يمه، هذا ابو بقال يروح يشتغل يمه، لكن ما عنده حرفه، ما عنده شغل مثلا يشتغل وين يروح؟ ما يقدر يشتغل. فهي هاي وضع كل الشباب، يعني عندنا نسبة العطلة بالشباب تقريبا 3/4، ما أقول لك نص، لا أكثر من نص. زين بالعراق. الزراعة عندنا مستورد، ما نحتاج شو نسوي نستورد، احنا عراقيين، العراقي مستورد بامية، المواد مالتنا هسه موجودة بالفرن، ولو مستورد لا ب3000 متلقي ب4000 متلقي. زين الحدود مالتنا مفتوحة، لما يجي الحدود ومخزن يجي هنا يفتحه يذبل. زين رغم ما هو غالي يذبل، لأنه ليش الزراعة مالتنا منتهية، المي ما عندنا، مي ما عندنا، يعني الحدود مالتنا صدق مفتوح لك مي ما عندنا. الدعم البرة أثر علينا أكثر من ما هسه ما أثر علينا قبل، يعني الزراعة مالتنا لو هسه موجودة الزراعة مالتنا لا إحنا بخير. زين المواطن الفقير هو واقع بيها، بس المواطن الفقير ماكو مواطن، الغني هو يأكل غني هو، لكن الفقير واقع بيها. كيلو طماطة بألف دينار، كيلو بطيطة بألف دينار، يعني فواكه محروم منها المواطن، أكو مواطنين محرومين من الفواكه. كيلو بالفيل من ياخذ كيلو بالفيل؟ لو عندك زراعه ما نحتاج مخارج، شو يسوي بالخارج؟ يرجع. لكن الزراعه مالتنا هي اهم شيء، الزراعه مالتنا هسه عندك حديقه بالبيت، احسن ما تروح تاخذ من الخارج تاكل بحديقه مالتك تاكل معدها. احنا ارضنا هاي، ارضنا لازم، وارضنا شد ببيت النوايه توقع من النخله بلقى الله سبحانه وتعالى مبارك بيها، وبالعراق هو الله مبارك بيه. لكن المستورد شو يسوي احنا المستورد؟ اذا دعمنا الفلاح نقدر بعد؟ اي تدعم الفلاح، لا احنا بخير. تدعم الفلاح والحدود مالتنا ما اصلا ما نحتاجها، حتى الدول مريدة الدعم مالنا غير الدعمه، لا والله احنا بخير وما نحتاج كل شيء من اي دوله ما نحتاج. هو يعرف الفلاح شنو يريد، المي، البذور، هذا المواد مال الحفر، هذني كلهن اما للمواطن مو الى خطيه، هو يزرع يحصد الى، لكن مو الى نفسيته، يحصد للمواطن، هو يستفاد، المواطن يستفاد، المواد مالتنا ترخص، واحنا متاثرين، الطبقه الفقيره متاثره. والله الناس ترغب العراقي، اكثر شيء العراقي يرغبونه، بس العراقي ما موجود. ليش؟ لان ماكو، ما حد يدعم الفلاح. يعني الفلاح جاي يجيب لي حاصل، الله شاهد يبكي، يعني يبكي معنى الكلام، لا مي، لا مكافحه،
لا يعني ماكو شيء دعمه على مود شنو يتوفر الحاصل. يعني هسه صيف المفروض هذا حاصلنا كليته صيفي فاكثره مستورد. يعني حاصل ماكو مكافحه ماكو مي ماكو. احنا ببيوتنا مي ما شبعاني ولا الفلاح شي يقول؟ يعني يجيب له فلاح شكبره شقد زارع مزرعه مالته شكبره يجيب له هالقد بانيات لوش هالقد باذنجان ليش؟ لان مي ماكو مكافحه ماكو دم يعني ماكو ما حد يدعمه للفلاح. والله وضع السوق هو تعبان، العيشه كلها صايره بس على وقت الرواتب من يوم 20 الى يوم 1 بالشهر او 2 بالشهر لحد التقاعد فقط، وراها السوق هيك فلس ما يسوى. ماكو لا صناعه لا زراعه لا معادن، كل شيء ماكو، هاي عايشين على الرواتب فقط، بس على الراتب. وقت الراتب من يوم 20 يتحسن السوق، اليوم 1 بالشهر 2 بالشهر ينتهي السوق، انتهى بعد هاي عاد ننتظر الراتب على يوم 20 النوبل يجي، لان ماكو لا زراعه ولا صناعه ولا وفروا اي فرص عمل للعطاله الباقين. واحنا عايشين هاي على رجلينا، يجي الراتب ناكل، ما يجي الراتب ناخذ دين من هذا ومن ذاك لحد ما ينتهي الراتب، عد يجي راتب الاخ الله كريم. هاي العايشين عليه. هي اكو معامل طابوق مال شو اسمه، اكو معامل معادن مال بعقوبه ما بعقوبه موجوده، كوما معامل بغداد، يعني اشكال معامل يقدرون يفتحون اشكال. معمل قزاز معزلينه، معمل صوف معزلينه، كل المعامل معزلين. هاي عايشين يجيبون من برا يجيبون لهنا، هاي نستوردهن دا يمشون به شغل. وهذا هو شغلناه المعامل، ايش راح يصير؟ راح يشغل البقيه العطاله القاعدين الشباب اللي قاعده كوما، ايش هذا شغله والشاب الشاب يشغلني ايدي، واحد يشغل الاخر. مو احنا عايشين بس على الراتب فقط، يجي الراتب ناكل، انتهى الراتب نقعد، هاي هي ننتظر عود يوم 20 النوبل يجي. كل شيء بالمحافظة يستولى عليه الأحزاب السياسية المتنفذة داخل المحافظة، كل الحقوق، أبسط شيء أي شيء، عندك معاملة بأقل دائرة، إذا ما عندك واسطة حزبية بهذه الدائرة مستحيل تمشي معاملتك. الأحزاب تستولي على أغلب الدوائر، نفوذها بدأ يتوسع أكثر
داخل الدوائر الحكوميه، هاي ما تسمى بالدوله العميقه اللي ارادتها، اللي جابتها ان ايران، واللي جابتها ان هاي الاحزاب السياسيه جابت ان هيج نماذج خلتها تستولي على الدوائر الحكوميه ويسيطرون عليها، وبالتالي هسه صار كله محسوبيه. انت تصير وياي ويا حزبي، انا في ذاك اللي تريده، انطيك اللي تريده، تريد تعيين صير بحزبي، هوس لي، انشر لي، صفق لي، نجيب لك اللي تريده. هذا البلد يحتاج إلى إعادة المنظومة السياسية وإعادة المنظومة الحكومية بالكامل، تغيير مدراء دوائر الدولة باعتبارهم متحزبين. أبسط شيء عندنا، أبسط شيء بالتربية وبالصحة وبغيرهم من هاي الدوائر الخدمية، كل مدير صار له 8 سنوات وعشر سنوات هو بالمنصبة، بينما القانون يقول لك المدير كل 4 سنوات يتغير مدير دائرة عامة. ليش؟ هذا شلون يبقى 10 سنوات إذا ما مدعوم من حزب؟ أسألك بالله، إذا ما مدعوم من حزب يبقى 10 سنوات؟ مستحيل. ها، وأبسط شيء، إذا تريد أنا مثلاً إذا أريد أسوي مشروع بداخل محافظة ديالى، إذا ما عندك واسطة وأحزاب لا مستحيل تسوي هذا المشروع، يطلعوا لك 1000 عرقلة وألف عرقلة. أبسط شيء، إذا أردت تفتح مطعم يجونك على إجازة طبية يشيلون قلب قلبك، إلا تروح على أحزاب سياسية متنفذة يلا تقدر تمشي مشروعك وتفتح مشروعك. ها، وحتى الأحزاب يتقاسمون وياك، خصوصا بديالة إذا ردت تفتح مشروع لازم بموافقة أحزاب وبواسطة أحزاب، وبالنص واردك شقيت 5 ملايين، 1.5 مليون للحزب، 1.5 مليون إليك. احنا وين عايشين؟ بلد كله غابات، غابات وبوحوش مفترسة، بدها تفترس المواطن وبدها تشرب من دمه يوم بعد يوم. لا، هسه حاليا اكو ركود بالعمل، ركود بالعمل. ليش؟ لان بدل السوق والمصالح تعتمد بس على الرواتب، الرواتب اللي تعطيها الحكومة سواء متقاعدين أو رعاية اجتماعية أو موظفين. العمل اللي يصير ده يصير من 5 أيام إلى 10 أيام على مد الشهر، بقية الشهر الأسواق تصير بها ركود لأن اعتمادنا صار بس على الموظف. وارتفاع الدولار يعني سوى المصالح نحو الأسوأ، صار ركود قوي بالسوق، زين العالم بدأت تتحفظ بالصرفيات لأن صار دخلها محدود. قبل كان أكو فرص عمل كثيرة، أكو كان قطاع خاص، زين مصانع أهلية، فلاحين، زراعة، أكو كان هسه حتى الزراعة قلت بالنسبة للاستثمار بغير مجالات، ما نلقى، ماكو، اعتمادنا صار بس على الرواتب كل المصالح. زين هسه المصالح إحنا قديمين هنا بالسوق، المصالح كلها اعتمادها بس على ابو الراتب، زين غير مصلحه او غير استثمار تلقاه مثل ما قبل. كان المصالح كلها تشتغل لان اكو فرص عمل كثيره، كان اكو بالسوق، زين الاسعار كانت رخيصه، ما يد اقول لك يعني رجعنا على ايام الحصار. هن هسه حاليا دا نعيش ايام الحصار من ناحيه الغلاء، المواد الغذائيه كلها صعدت، فرص عمل ما ظلت قليلة. هاي شوف التعيينات قليلة، خريجين هواية، العالم كلها هسه تريد بس مجال، تريد بي عمل، يعني فرصة عمل بالنسبة للشباب. أنا دا أحكي لك، زين أنا خريج من 2000، حد الآن أنا قاعد لا تعيين ولا اعتمادي بس على المصلحة. زين يقول لك ليش ما تعينت، ليش ما ذبيت تعيين، مجالات انفتحت. عم مجالات انفتحت، وهذه هي احنا نقول قسمة ونصيب، والله شوف نظام لك يعني رزق ما تعرفه. زين اكو يعني مجالات واسطه، اشياء كلها تاثر على علي وعلى غيري، ماكو يعني ممكن قاعد تاخذ استحقاقك بال يعني الدراسه اللي خلصتها او الشهاده اللي حملتها. Thank you.
والله احنا كنا قبل يعني وضعنا العادي سوق مستقر وشغل وهذه، بس من صارت الاحداث هاي مال تشكيل الحكومه وتعثراتها وهذه صار عندنا ركود اقتصادي واي شغل ماكو. حاليا الوضع الاقتصادي صفر، يعني اول شيء البقال دي يجيب الزرع ماله يبقى يومين عليه ويتلف عليه، يعني شغل ضعيف، كل الشغل ضعيف على مستوى دياله، مو على بس مستوى المقداديه، شغلنا ضعيف وحاليا ركود اقتصادي فد نوبه او اي يعني اي مهنه ما تجيب تعبها زين، اي مهنه تزاولها على مستوى شهربان كلها واقفه شغلها، كل العمل واقف وكل الشغل واقف وكل الوضعيه تعبانه. ليش اكذب عليك؟ يعني وضعيتنا تعبانه والله، العالم تخاف، العالم حتى اذا عندها فلوس سيوله نقديه جوا ايديها تخاف تصرف، يقول لك انا مثلا اشتري فد بضاعه انزلها للسوق وصار فد وضعيه مو زينه يخاف ينزل فلوسها للسوق، عالم تخاف تنزل فلوسها للسوق. يعني هسه شنو اللي دا يشتغل عندنا؟ كل شيء ما دا يشتغل، يشتغل مجرد القوت اليومي اللي هو على قد الاكل والشرب وبس، غير هذا كل شيء ما يشتغل. يعني البقال مالنا حتى الصرف ماله كان البقال الصبح يجيب ستوته، العصر يجيب ستوته بالعمل ماله، هسه الستوته تبقى عنده يومين، الحاصل يجيبه يومين يلا يصرفه. يعني امانه الله يومين لو يخلص لو ما يخلص، وده يتلف عنده. يعني ماكو مشتريه، ماكو عالم، ماكو. والله مو كله سوى، يعني صار عند الناس راعي اجتماعي ما عندي راتب، يعني مقدمة شبنان الداني ماكو، يم عبد الله الجبوري ماكو، يم سليم الجبوري ماكو، ولا واحدة لحد الآن ما عندي راتب رعاية، قاعد ساكت حتى البطل. بس أنا أقول لك حد هذا أبو البلدية ما خلى شيء ما اشتغل هنا. نظم السوق كليته، هذا كله صباغه ورتبه ترتيب، يعني دا يشتغل. يعني احنا اذا 10 مثل هذا اذا اشتغلوا بشربان، شربان تطلع حلوه 10 مثل، بس وينهم؟ ما حدا يشتغل بالمية واحد، لا النواب وينهم؟ النواب هاي تنتخبه الشتوي صار من صعد ما يعرفه، نهائيا ما يعرفه، لا نواب عندنا ولا كل ما حد يزورنا كذب. هاي اللي يريد يزور يزور قرايبه جيرانه العرب مالته، ما يجي على الفقره، الناس محتاجين. بس شو ما عندنا؟ لا بيت، لا قاعد بيت اجار 150 الف، شغل ماكو، هاي اشتغل تنكر مال المياه ثقيله، هاي من الصبح ليس يلا درب واحد طالع ب 5000، ولا وديهم خمسة اعطيه للجهاله واكلهم اعطيه للبيت اجار ما اعرف. هو ده احكي لك، كان الفقر هو تربطها الاساس بالسياسه، لان يعني الحكومه ماكو مشاريع متوقفه، كل شيء متوقف. يعني هسه انا اشتغل حداد، الناس اللي تريد تبني غير هذا الشيء، هو شيء غالي، يعني تركب مليون و150 او مليون كذا هيك مبلغه، فماكو يعني اكثر الناس بسطاء ما تقدر تشتغل. وهاي هي ينقطع الكهرباء، خلينا نطلع مظاهره. ما تطلع مظاهرة قطعوا الكهرباء عليك، وطوكها أسبوع وراي الأسبوع الكهرباء انقطعت. هاي هي يعني طلعت مظاهرة زين، احنا هم نقول بها حرام، أخاف نسد الشارع، أخاف كذا، بس أنت ما عندك غير حل، سلمي تظاهر، من تظاهر نطلع ورا سبعة أيام الكهرباء تنقطع، بس يطوك يا علمات تظاهر، هاي هي ورا المظاهرة الكهرباء ترجع نفس الشيء، ردية ماكو كهرباء. هاي